تردد قناة مصر التعليمية 2020. اضبط الآن تردد قناة مصر التعليمية 2020 لمتابعة كل الدروس للصفوف الابتدائية والإعدادية مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة ياريت تشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررت وزارة التربية والتعليم تقليل أيام الدراسة في المدارس في الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة الطلاب. وبالتزامن مع ذلك أطلقت الوزارة القنوات التعليمية المجانية لكي يتابعوا الطلاب في الصفوف الابتدائية والإعدادية دروسهم من عليها، وهذا لكي تعوضه عند الحضور للمدارس، حيث تعرض عبر تلك القنوات شرح الدروس بالكامل بشكل مبسط وسهل جدا للطلاب عشان يقدروا يفهموا كل الدروس. وبتعتبر قناة مصر التعليمية من بين تلك القنوات اللي زاد البحث عنها بشكل كبير مع بداية العام الدراسي. ودلوقتي انا هقول لكم ان شاء الله على تردد القناة قناة مصر التعليمية. تردد قناة مصر التعليمية بتعتبر قناة مصر التعليمية من أولى القنوات التعليمية المجانية في مصر، واللي أطلقتها الوزارة لتبث عبر شاشاتها شرح الدروس بمثابة الحصص المدرسية، حيث أن فكرة التعليم عن بعد أثبتت نجاحا منذ أواخر العام الدراسي الماضي بعد توقف الدراسة في الترم الثاني بسبب فيروس كورونا. وقررت الوزارة في وقتها استكمال العام الدراسي من خلال القنوات التعليمية، وتبدأ قناة مصر التعليمية شرح الدروس اعتبارا من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي، بداية من الساعة 9 صباحا وبداية من الساعة 6 مساء بيتم اعادة تلك البرامج لكي يتابعها الطلاب اكثر من مرة والاستفادة منها. ده تردد قناة مصر التعليمية 2020. القمر الصناعي نايل سات. التردد 1-2-3-8-0، ده من الشمال اليمين. الاستقطاب افقي مع عمل تصحيح الخطأ 6-5، ده من اليمين للشمال. والجدير بالذكر ان قناة مصر التعليمية بتعتبر من افضل فرص التعليم للطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تعرض عبر شاشتها المناهج التعليمية المقررة على الصفوف من قبل أفضل المعلمين الذين يوصلون المعلومة بشكل صحيح ومبسط للطلاب. وبدأ العمل بالقناة منذ بداية العام الدراسي الجديد اللي بدأ في 17 أكتوبر 2020. وبتمنى لجميع الطلبة والطالبات مستقبل مشرق ومزدهر والتوفيق والنجاح في حياته إن شاء الله. وفي النهاية يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.